مجمع الأفنيوز. يمكنك الوصول إليه عن طريق ثلاث مداخل. المدخل الأول سيكون في الجهة اليمنى على شارع الملك فيصل، وأما إن كنت قادماً من المحرق بعد عبور جسر الشيخ عيسى آل خليفة ستجد المدخل الثاني في الجهة اليمنى. وإن كنت قادماً من جهة المرفأ المالي يمكنك الدخول عبر المدخل الثالث. The Avenues, the place to be.